Thank you.
الجمل وأرسى الجبال فوقهن لهن ولد وخلق الخلق وأحصاهم عددا أنبع برحمته وقدرته الماء من الجلمود وأخرج الزهر والثمر من يأس العود وهو الغفور الودود خرج موسى خائفا فعاد وهو الكريم وذهب ذنون مغاضبا فاستقامه الحوت وهو مليم ونشا النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم يتيما فكان يستغفر بعد الله بذلك اليتيم والصلاه والسلام على الثمان ابدا على الهاشمي الفرشي احمد خير من ركب الخوادي وابر من دعا في النوادي وفق ليوسى العوادي وعلى اله وزوجه وصحبه مع محبه والتابعين وعنا معهم بإحسان إلى يوم الدين وعليكم يا أحبتنا السلام وأتحفكم برحمة السلام وأحسنكم مساكن طيبات تحية من تبوأها سلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما ظهرت علامات الإعراب بينة مرفوعة منصوبة لا خفض فيها وثبتت حركات وطير الله من شان وإياكم وقلبنا بحسن الإياب والمآب والمنقلب ما قرئ علينا من سورة هود فيه وقفات مع نبي الله وخليل الله إبراهيم عليه السلام ما يجب تحريره أولا أن الله تبارك وتعالى أنزل 6 سور بأسماء الأنبياء 3 منهم من أولي العزم والثلاث الأخر ليسوا من أولي العزم 3 سور متواليات في الجزء 11 و12 كما في سورة يونس وهود ويوسف ثم بعد ذلك ترد إلى الجزء 14 أو 13 في سورة إبراهيم ثم بعد ذلك في الجزء 28 أو قبله في الجزء 26 سورة محمد عليه الصلاة والسلام ثم في الجزء 29 سورة نوح فترد إبراهيم ونبينا صلى الله عليه وسلم ونوح هؤلاء من أولي العزم ويونس وهود ويوسف ليسوا من أولي العزم سورة هود جاء فيها أحاديث ضعيفة وحديث صحيح أما ما هو يكثر على أسئلة الناس من قوله صلى الله عليه وسلم رواه الترمذي في جامعه وكذا في شمائله ورواه غيره شيبته هود وأخواتها فهذا الحديث على شهرته ضعيف إنما الصحيح لمجموع الطرق هو شيبتني هود والواقعة والمرسلات إلى آخر الحديث الأنبياء جاء في أثر لا يصح مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام عن أبي ذر جندب بن جنادة الغفاري أن عددهم يصل إلى 124,000 نبيا رسولا وقلنا هذا لا يصح مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام إذن ما الذي يصح هنا منهم من خصصنا عليك ومنهم من لم نخصص عليك وإن من أمة إلا خلا فيها نذير لفظة أمة في القرآن جاءت في 4 معاني لا خامس لها المعنى الأول الذي مر معنا آنفا وإن من أمة يعني جماعة قلت أو كثرت المعنى الثاني تأتي بمعنى الملة إنا وجدنا آباءنا على أمة يعني على ملة على ديانة المعنى الثالث تأتي بمعنى الزمن واستثر بعد أمة يعني بعد فترة من الزمن المعنى الرابع تأتي بمعنى إمام الخير إن إبراهيم كان أمة الذي معنا الآن نحن نتكلم عن شيء من سيرته عليه السلام الآية 82 و83 و84 إن لم أكن واهما في سورة الأنعام استفتاحها وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه 18 نبيا في هذه الآية 3 ولذلك قال الناظم وفي تلك حجتنا 18 سيأتون يعني في تلك حجتنا واللي بعدها واللي بعدها في عدة الأنبياء تجدهم 18 سيأتون إدريس ذو الكفل آدم وبالمختار قد ختموا فمقدار الذين قصوا علينا في القرآن 25 نبيا ورسولا
مفتتحهم من آدم عليه السلام وختامهم في أبي القاسم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، خمس منهم من أولي العزم ذكروا في سورة الشورى وفي سورة الأحزاب. إبراهيم عليه السلام الكلام فيه كثير، لكن أنا أقف عند مفردات قرآنية نريد أن نوضحها في تلك العجالة، وهو: ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى. الباء الموحدة التحتانية والشين المعجمة المثلثة والراء المهملة والياء معنى لغوي صحيح لكل ما يستبشر به، والألف واللام تفيد المعهود في الذهن. البشرى هنا بشرى معينة، وهي ماذا؟ الذرية. وإلا الألف واللام تفيد الاستغراء وتفيد المعهود في الذهن وتفيد الجن، هنا تفيد المعهود في الذهن. البشارات كثيرة لإبراهيم عليه السلام، لكن المقصود بها في هذه الآية هو أن يبشر بإيش؟ أن يبشر بالذرية. وبشرناه بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة. نافلة هنا ليست معنى الصلاة النافلة، نافلة هنا بمعنى حفيد، وإلا فيعقوب هو ابن من؟ ابن إسحاق ابن إبراهيم، إذا هو حفيد. فقالوا كلمة نافلة في الآية هنا تأتي بمعنى بمعنى الحفيد. الرسل الذين أتوا إلى إبراهيم إنما جاءوا في صورة بشر، وإبراهيم له أوائل لم يسبق إليها، فهو أول من ضيق الضيفان وأكرمهم، وهو صاحب الروغتين. الروغة الأولى في روح الله عز وجل، والروغة الثانية في إكرام الضيوف. فراغ عليهم ضربا باليمين، كسر الأصنام كله، وكان عمره 16 سنة. والروغة الثانية فراغ إلى أهله فجاء بعجل سليم، هنا في سورة هود عجل حنيف، وفي الزاريات عجل سمين. هل في تناقض في القرآن؟ عياذا بالله، أبدا، كلا، هذه عقيدة فاسدة. أبدا، القرآن لا تناقض فيه، ولا تناقض بين القرآن والسنة الصحيحة. قالوا سمين في خلقته حنيف في طهيه، سمين في خلقته حنيف في طريقة طهيه، وهذا أفضل الإنسان ما يكرم الناس، يكرم بأفضل ما عنده. ولذلك أحد الناس ضيف يوم الإنسان عنده فحصل الملوخية والديك الرومي. الملوخية تسمى عند هؤلاء القوم الشريفة، فكلما جاء رجل أو ضيف ليأكل من الديك الرومي ضرب يده وقال كل من الشريفة. الرجل بطل ملك ملوخية، فقال له وقد ضاقت به السبل: أيا هذا يرحمك الله، دعني أكل من عديم الشرف هذا ولو مرة واحدة، خلينا أكل من هذا حتى ولو عديم الشرف ولو مرة واحدة. ولذلك بعض الناس يقول لك: ها تشرب شاي ولا منك كيف؟ نعشيك ولا تنام خفيف؟ تنام عندنا ولا في الفندق؟ ايش الكلام هذا؟ روى البخاري تكريمة الضيف 3 أيام، ثم بعد ذلك يسأل: من أنت وما اسمك وما الذي جاء بك؟ ذلك أول ما قدموا مباح. هذا وين كان زمان الكلام هذا؟ جزاه الله خير. الحطائي حاتم الطائي ما كان عنده غير خيل واحدة، فذبحها ونحرها وقدمها لمن؟ وقدمها للضيفان. ولذلك التراحم كان بين الناس. الإحسان 40 خصلة، أقلها منيحة العنز. الجيل الجديد ما يعرف ايش معنى منيحة العنز. منيحة العنز كان الناس في الديرة زمان لما يأتي موسم الربيع فيأخذون عنز ومعها شاتها ويدوها هدية لأحد الجيران إذا ما عنده شيء، يمنحونه إياها، يأكل من لبنها ويشرب من أقطها وإلى آخره. فلما ينتهي يجي الصيف يردها إلى أصحابها مرة أخرى. ترى المسلمين في توازنهم وتراحمهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى وباء
بالحمى والسهر أخوك الحق معك الذي يضر نفسه لينفعك، وإذا ما ريب الزمان صدعك شتت شمله فيك ليجمعك. يقول الشاعر: ناري ونار الجار واحدة وإليه قبلي ينزل القدر. مو ان احط الاكل في الليل اجيب من الهايبر واحط كيس اسود عشان الناس ما تشوفه، ومثلا الناس فيها خير وفيها بركه، الله يجعلنا من اهل الخير والبركه. فالشهاده مفرده اولى: ولقد جاءت رسلنا ابراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام. هذه نقطه مهمه جدا. الله عز وجل يقول: واذا حييتم بتحيه فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فهل إبراهيم حي بأحسن منها أم ردها؟ لا، إبراهيم حي بأحسن منها، والدليل ثابت. قالوا سلاما، إعرابها مفعول مطلق، يعني لفعل محذوف تقديره نسلم عليك سلاما. رد عليهم قال ايش؟ قال سلام، هذا مبتدا مرفوع بالضم الظاهره على اخره، والخبر محذوف تقديره سلام عليكم. ومما هو مقرر عند اهل النحو ان الجمله الاسميه ارفع من الجمله الفعليه. اذا هو رد باحسن ولا ما رد باحسن؟ رد باحسن عليه. تحياتنا اليوم ايش؟ شام واو لون. حتى اخواننا الطيبين في الوعد تلقى الصبح بعد لك رساله كبيره: صباح الخير. طب وين السلام عليكم؟ نسيناها خلاص مع عالم التناصح الاجتماعي. تقول السلام عليكم بعدين نقول لي بونسوار بونجور بونسيرا جود مورنينغ ولا اي حاجه، بس لو نقول السلام عليكم تحيتهم يوم يلقونه سلام. هو السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. فلما تقول انا السلام عليكم يعني اسال الله ان يسلمك من كل اذى ينزل بك. ولذلك كانت العرب اذا دخل عليهم داخل ولم يسلم اوجس منهم ايش؟ يخافون منا، لانه لو خرج قال السلام معنى انه ما ياتي منه شر. طيب صرف لهم الحديد الحنيد وكذا، هناك ربنا قال: فلما راى ايديهم لا تصل اليه نكيرهم. وفي ايه قال: سلام قوم منكرون، يعني ما نعرفهم، وانا جبت لكم الضياف وانتم ما اكلتوا. فاوجس منهم خيفه. روح كده في قصه موسى في طه الذاريات: فاوجس في نفسه خيفة موسى. ايش الفارق؟ خذ قاعدة في التفسير: زيادة المبنى تدل على زيادة في المعنى. ما في شيء في القرآن اسمه لفظة زائدة أبدا. كتاب فصلت آياته قرآن عربي. ما في الناس يقول والله انه في لفظه زائده. طيب فاوجس منهم خيفه، الخيفه ظهرت على ملامحه ام انه جعلها في نفسه؟ ظهرت على ملامحه. طيب فاوجس في نفسه خيفه موسى. الخيفه هنا في موسى فين كانت؟ في نفسه. هذا يسمونه اخواني البادي لانجويج، لغه الجسد. سوي لنا دورات لغه الجسد. فقال لك سبحان الله هم ملائكه وان كان ابراهيم لا يعرفهم، فالله جعل التوجس والخوف يظهر على ملامحه ليؤمنوه. قالوا لا تخف. اما موسى كان في موطن المناظره مع من؟ مع السحره. ويقولون في موطن المناظرة إذا ظهرت على ملامحك التوجس والخيفة نوع من الهزيمة النفسية، صح ولا لا؟ فلابد تكون أنت إيش؟ ثابت، رابط الجأش. فهنا جعل الله عز وجل الخوف في داخل موسى ولا يظهر على إيش؟ على وجهه. فأوجس منهم خيفة، فأوجس في نفسه خيفة. فرق كبير جدا بين هذا وبين ذاك.
أيوة. لما سمعت البشارة سارة فضحكت. هل ضحكت معناها قهقهت؟ في أحد معاني ضحكت يعني حاضر. وكان الحزن مستطع عنده يأتي سبب بإذن الله عز وجل يحصل لها إيه بعد ذلك؟ الحمل. لفظ الحيض يتكرر في القرآن. فلما رأينه إيش؟ أكبرنه. قال الطبري والقرطبي والطاهر بن عاصم وغيرهم وابن الجوزي في زاد المسير وابن عطية وغيره في المحرر الوجيز قالوا أكبرنه في إحدى معانيها يعني حضنا. ولذلك المرأة الحائض تسمى الإكبار والضاحك والدارس والحائض. كل هذه معاني المرأة إيش الحائض؟ فضحكت. فبشرناها بإسحاق. هذه البشارة اللي احنا بنقول لكم في معد الذهن. ومن وراء إسحاق يعقوب. قالت في رواية تفكت وجهها وقالت عجوز عقيم. الله يعطي السبب وبالعدام السبب وبدون سبب تبارك وتعالى. وهذه معاني أربع: يهب لمن يشاء إناثا، ويهب لمن يشاء الذكور، ويجعل أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، ويجعل من يشاء عقيما. هناك كل إنسان ذرية إناث. وقال الحسن البصري: واستفتح القرآن بالإناث ببركتهن وليقضي على عادة الجاهلية. وفي انسان كل ذريته ايش؟ ذكور. لا هذا راضي ولا هذا راضي. هذا يقول لك يا اخي ابي ولد، والثاني يقول لك ابي بنت تخاوي، وجاءت البنت تقول ابي بنت ثالث تخاوي اختها. هذا الانسان سبحان الله ما يكفي شيء. او يزوجهم ذكرانا واناثا، تلقى عندنا للذكور ويجعل من يشاء عقيما. بقي لي ثلاث دقائق، طيب دقيقتين ونص. يقول احد الناس: زرت رجل في عمره 75 سنه. فقلت سلمني عن تجاربك في الحياة. شوف يا ابني، انا رزقت بست بنات متتابعات. قال هذا عندنا في الديرة بلوى كبيرة، كلهم يجوني اعرس 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 اعرس. يحساب ان قضية الذكر والانثى هذه عند مين؟ عند المرأة. هي بقدر الله اولا، ثم بالنصفة من مني يمنى. ولذلك يقال رجل اسمه ابو حمزه تزوج بامراه تلد البنات واعقب عليها باخرى فما عاد يجي ليش لام البنات. فقالت: ما لابي حمزه لا ياتينا، يسكن في البيت الذي يلينا، يحزن انا لا ننجب البنين، انما نحن كالارض لزارعين ننبت ما يبذر فينا. انا ما عاد فيقول. وكانت الحرمه حامله بنت السادسه، وكثر علي الكلام وجاء موسم الحج فأحرمت وخرجت حاجا ودعوت الله بالذرية الطيبة. قال: بشرك بعد ست بنات خمسة ذكور. عند أحداث بنفسي يا أخواني ست من أتابعها بحد خمسة ذكور. وأنا زرت في بيت أحد أبنائي من الله يرزق البر وإياكم جميعا. فأنت أخي المبارك، النبي قال عند الترمذي: من ذكر، حديث صحيح، من رزق بأربعة من البنات فأحسن أدبهن وتربيتهن كن له سترا وحجابا من النار. قالت امرأة: وثلاث؟ قال: وثلاث. قالت: واثنتان؟ قال: واثنتان. قالت: واحدة؟ قال: واحدة. البنت الواحدة امتلع. لكن الابتلاء الحقيقي لما تزيد عن ايش؟ تزيد عن السن. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيف. الله يعافينا وإياكم ويرزقنا لكم الذرية الطيبة. اللهم اغفر لكل خير وعنا على كل بر ويجنا من كل سم شر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. غيثا مغيثا سحا طبقا مجددا نافعا غير ضار. على الضراب والعكام وظهور الأوكية ونازل الأشجار تسقي به البلاد وتنفع به العباد. تجعله برحمتك بلاغ الحاضر والباس بي رحمة لا هزم ولا بناء ولا غرق يا رب العالمين. اللهم صل مقيمين في بلاد الشام والعراق قين وأراكان وفلسطين وفي اليمن. اللهم صل جنودنا في الحد الجنوبي وفي كل حد مستغل يا رب العالمين. اللهم احفظ بين أيديهم من خلفهم وعن أيمانهم وشمائلهم وفوقهم ونعوذ بعظمتك
لكي يغتالوا من تحت الخد سهامهم ورميهم، واسمع له النصر الغنيمة واغفر من لقيك منهم يا رب العالمين يا رحم الراحمين، وفق ولاة أمرنا بكل خير وعلم على كل بر، ارحم آباءنا وأمهاتنا كما ربونا صغارا، من كان منهم حي ناطل عمره على الطاعة، من كان منهم ميتا فاجعل مساره جناتك جنات النعيم، اللهم اقربنا من مقامنا هذا وغفر ذنوبنا وستقطع عيوبنا وتوليت أمرنا وقلت قم مسؤولك قد بدلت سيادكم حسنات. تم الكلام ربنا المحمود وله المكارم والعلى والجود، ثم الصلاة على المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ما لا حق منه ولا عود، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.